هذه الوقفة الاقتصادية. شكرا لك يا محمد، وحوارنا الأخير في هذا الصباح حول استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. لو بنتكلم عن الظاهرة الأكبر والأخطر في الفترة الأخيرة، وهي ظاهرة التحرش اللي هزت المجتمع كله ودفعت أكيد الدولة لإطلاق هذه الاستراتيجية اللي أطلقها المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي. مضمون الاستراتيجية دي وتلخيصها إنه 6 وظائف تحديدا تتعاون لمكافحة العنف ضد المرأة، سواء كان تحرش أو كافة أشكال العنف ضدها. هي وزارات الداخلية طبعا على صعيد الأمني، وده دورها كبير، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، القوة العاملة والهجرة، الصحة، التربية والتعليم. إيه الأدوار المنوط بها هذه الوزارات؟ مذكرات التفاهم يعني أكيد من الأمور التقليدية، لكن اللي بيهمنا كلنا التنفيذ على الأرض. زي التنسيق ده ممكن يحصل في المجالات المعنية بيها الوزارات دي، ويوصلنا في الآخر أن المرأة تكون آمنة في مجتمعها، ما تتعرضش لأي شكل من أشكال العنف، سواء كان تحرش أو غيره، إن كان يبقى التحرش هو الظاهرة الأخطر والأكبر دلوقتي. هنتكلم في الموضوع ده مع دكتورة هالة منصور اللي مشرفانا في هذا الصباح، وأستاذة علم الاجتماع وخبيرة التنمية البشرية. صباح الخير يا دكتورة هالة. مشرفانا، أهلا وسهلا بيك. انت شايف الموضوع محتاج 6 وزارات ولا محتاج تغيير النفس الاول يا دكتور؟ محتاج اكتر من 6 وزارات في الحقيقه. يعني دايما الاستراتيجي اللي هو بنحط فلسفه وبنحط هدف، بنحط طرق للوصول لتحقيق هذا الهدف. الحقيقه المراه المصريه، ومش المراه المصريه بس، المراه على مستوى العالم بتعاني من العنف. يمكن احنا بعض الظواهر اللي ارتبطت بالعنف كانت غريبه على المجتمع المصري، عشان كده عملت لنا نوع من انواع الصدمه اللي هي ظواهر التحرش، خصوصا التحرش الجماعي وما ينتج عنه من اساليب من العنف والقهر للمراه. لكن في الحياه الاستراتيجيه بتاعت مواجهه العنف ضد المراه ما بترتكزش على مجرد العنف الخاص بالتحرش او العنف في الشارع، ولكن بنحاول ان احنا نشوف كل اوجه العنف اللي بتوجه ضد المراه، وبالتالي كل وزاره من الوزارات ليها دور. وزاره الداخليه ليها دور من خلال التوعيه والتثقيف والتعامل السريع مع الشكاوى، والتعامل الراقي مع المراه عندما تشتكي او عندما تتعرض الى المظاهر العنف في الشارع او في الاسره او في اي مكان من الاماكن. واعتقد ان ده كان ليه صدى كبير قوي. يعني يمكن حضراتكم يلاحظ في الشارع المصري ان مجرد تغليظ القوانين او مجرد التاكيد على تطبيق القوانين على من يتعرض للمراه في الشارع بالعنف قلل كتير جدا من حالات التحرش اللي موجودة في الشارع، وبدأ في قدر من الالتزام في الشارع المصري في هذا. هي الحقيقة تغليظ العقوبة مش هيكون رادع قد وجود الأمن في الشارع، بالذات في البؤر اللي معروف فيها التحرش. ما هو عشان أنفذ العقوبة لازم يبقى في أمن، لازم يبقى في حد هعرف أشتكي له، ألجأ له. بالضبط. أما بقى مثلا باقي الوزارات، وزارة زي وزارة الشباب والرياضة، مهمة قوي توعية الشباب، مهمة قوي تثقيف الشباب، مهمة قوي استغلال طاقة الشباب، مهمة قوي طرح العديد من الأنشطة لاستيعاب طاقة الشباب. ما هي طاقة فعلا، هي طاقة لازم تتوظف. بالضبط، لازم تتوظف، ولازم تتوظف بشكل جيد، ولازم ان انا استغلها. كمان لازم ان انا اعمل توعية، لازم اعمل أنشطة يشارك فيها الولاد والبنات مع بعض، فيحسوا ان هم بيتعاملوا مع بعض في جو سوي وفي اسلوب محترم. كمان وزارة زي وزارة القوى العاملة، احنا بنتكلم على البطالة، البطالة سبب اساسي للعنف اللي موجود في الشارع. والبطالة في مصر مشكلتها ان هي بطالة مقنعة وبطالة سلبية، وانه في عملية التوظيف في حد ذاتها فيها مشكلة كبيرة قوي. وبالتالي احنا عندنا مشكلة توظيف اكتر من مشكلة بطالة. لازم التنسيق مع الجهة العاملة، لازم استوعب طاقات الشباب صح، لازم ابتدي اعيد النظر في عملية التوظيف وعملية التأهيل وعملية شغل الوظائف. مسألة التضامن الاجتماعي، أنا عندي المجتمع المدني دور مهم جدا، جمعيات الأهلية، كل عناصر المجتمع المدني، سواء دور في التوعية أو في التثقيف أو حتى في مساعدة الجهات الأمنية أو مساعدة الجهات اللي بتشتغل على استنفاذ أو استفادة من طاقات الشباب. وبالتالي دور المجتمع المدني مهم جدا، والمنسق الرئيسي ليه هنا وزارة التضامن الاجتماعي. طيب وزارة زي وزارة التربية والتعليم مهمة قوي ان انا احط في المناهج بتاعتي
ما يدعو إلى التثقيف السليم وإلى التوعية السليمة وإلى الاهتمام بالأخلاقيات وإلى فن التعامل ما بين الشباب سواء كانوا فتيات أو شباب. كل الأمور دي محتاجة تنقية في المناهج الدراسية، لأنه العنف قد يكون عنف في طريقة التفكير، قد يكون عنف في النظرة للآخر، عنف في الأسرة كمان يعني مش بس في الشارع أو يعني لازم نعيد أدوات التربية مرة أخرى، لأنه في الحقيقة في قضايا العنف وفي القضايا اللي بتهدد الأمن الاجتماعي بشكل عام التوعية أو الوقاية فيها خير من العلاج بدرجة كبيرة. وبالتالي إحنا هنا لا، ده إحنا محتاجين كمان وزارة زي وزارة الأوقاف، محتاجين إن إحنا نؤكد على عملية التعامل الديني السليم، محتاجين على تحديث أو تطوير لغة الخطاب الديني، لأنه هي هنا لازم نقول إنه المرأة ما هيش عورة ولا أي حاجة، إنه المرأة كائن. وزارة الصحة كمان موجودة في ولازم نتعامل معاه. وزارة الصحة طبعا مهتمة، أو وزارة الصحة بتهتم أساسا بالقضايا الصحية وبقضايا الصحة الخاصة بالمرأة وبالقضايا الصحية خاصة بالشباب والتوعية الصحية والتثقيف الصحي والتعامل مع الحالات. نفتكر أن المجلس القومي للمرأة كمان كان من المبادرات المهمة جدا اللي أطلقها في هذا الشأن، بما أننا بنتكلم عن دور وزارة الصحة الختان، وكان بيعتبر أن ده واحد من أشكال العنف اللي بيمارس ضد المرأة في الدول العربية. شايفة أن المشكلة زي دي يعني طبعا نتيجة الأحداث كتير السنين اللي فاتت، النوعية دي من المبادرات ومن حملات التوعية قلت بل تكاد تكون اختفت تماما. شوفي شايفة أن احنا محتاجينها تاني؟ طبعا محتاجينها، ومحتاجينها خصوصا في المناطق النائية. وفي الحقيقة قضية الختان قضية اجتماعية أكثر من أن هي قضية صحية. يعني الجزء أو الشق الصحي فيها الشق الصحي فيها مهم جدا، وهو عملية تطبيب الختان. دي قضية خطيرة جدا، انه بنبتدي نوعي لخطورة الختان، وبعدين الأسر في الريف أو في بعض المناطق النائية بتقول ده الطبيب هو اللي هيقوم بالعملية دي، وبالتالي يطمنوا نفسهم ان العملية ما فيهاش مخاطر، برغم ان ده وقت منافي للقانون. وهنا بنقول مسألة تطبيب الختان مسألة خطيرة، مسألة ممارسة ده من قبل بعض الأطباء أو الطبيبات أو الممرضات خطير جدا، وهنا لازم ينتبه المجتمع، ولابد أن تنتبه وزارة الصحة، ولابد أن يطبق القانون على كل من يخالف ده. طبعا من الجانب اللي هو اللي بنقول عليه العلاجي. أما الجانب الوقائي، إزاي أن أنا أعمل توعية للمجتمع، إزاي أن أنا أوضح للمجتمع مساوئ ومخاطر هذه العادة السيئة، وكيف أن هي غير مرتبطة بالدين، ملهاش علاقة بالدين، ملهاش علاقة بالعفة، ولا ليها علاقة بالتزام الفتاة، ولكن الجانب الأخلاقي هنا والتربية هي الأساس وليس عملية الختان. وبالتالي مسألة الوعي هنا مهمة جدا، مسألة التوعية مهمة جدا، والتوعية هنا لازم يشارك فيها كل العناصر، رجل دين، رجل صحة، رجل اجتماع، حد فاهم طبيعة العلاقات الاجتماعية وطبيعة المشاكل والظواهر الاجتماعية. كل ده محتاج مننا صحيح. ان احنا نوعي المجتمع توعية. طيب دكتورة، ده بيلزمه طبعا نوع من خلق القوانين الجديدة او نوع من الافكار الجديدة، والافكار دي ما بتجيش طبعا الا عن طريق مجلس النواب، هو اللي بيشرع عدد من التشريعات دي. دور المرأة في الفترة اللي جاية هيكون دور كبير جدا، لان هي طبعا ليها نسبة تمثيل في البرلمان. شايف النسبة دي ازاي؟ وهل النسبة اللي موجودة دلوقتي نسبة كافية عشان تخلق تشريع جديد للمرأة بعد ما فيش تشريعات خالص بالنسبة لها، او حاجات متخصصة تخص المرأة بشكل مباشر؟ يعني شوف حضرتك، انا يمكن ضد قضية الفئوية، ما احبش اقسم، ما فيش ديمقراطية بتقف على الفئوية، ما احبش اقسم المجتمع راجل وست، وما احبش اقسم انه الست هي اللي تتكلم في قضايا المرأة وهي بس اللي ممكن تطرح قضايا المرأة. للاسف احنا اتعودنا على كده، غير معني بقضايا المرأة. لا لا، ما بحبش ده، لانه ده غير واقعي في الحقيقة بالمرة. واحنا بنقول المرأة المصرية تستحق، وتستحق ان تمثل بشكل جيد، ولكن ان انا احابي للمراه، لا، انا عايزه ادي المراه بس الفرصه. المراه المصريه مش محتاجه محاباه على قد ما هي محتاجه فرص، ان احنا نديها فرصه وان احنا نجربها، نخليها تؤدي اداء نحكم عليها من الاول ان هي مش تقدر. طبعا النسبه اللي مطروحه او النسبه الفئويه المطروحه في القائمه ضعيفه جدا في الحقيقه. يعني إذا أنا بحط نسب، وإذا أنا القائمة هي 120 مقعد، وال120 مقعد موزعين على أربع
قوائم. أربع فئات. الأربع قوائم دي قايمة بتضم وجه بحري كله، من الأول القاهرة، القليوبية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، وجه بحري كله، ودي 45 مقعد. القايمة الثانية وهي قايمة الصعيد كله، من أول الجيزة لآخر الصعيد، ودي برضو 45 مقعد. في قايمتين بقى تانيين، كل قايمة 15 مقعد فقط، ودي بتضم واحدة الشرقية ودمياط ومدن القنال ومدن سينا جنوب وشمال سينا، ودي 15 مقعد، والتانية الإسكندرية ومرسى مطروح والوادي الجديد. إذن أنا هنا قدام مقاعد محددة في قوائم. يعني أما التمثيل التاني بقى ضعيف. في الفردي صعب جدا. طب بما أنه تمثيل ضعيف هيترتب عليه أن القوانين اللي هتخرج عن هذا البرلمان اللي معنية بالمرأة متوقعة أن هي ما يكونش فيه تسليط الضوء عليها وما يكونش فيه الاهتمام الكافي بيها، حضرتك ضد الفكرة، لكن هو ده الواقع، دايما المرأة هي اللي بتكون معنية أكتر بقضاياها في مجتمعنا. طبعا هي، شوفي حضرتك، أصلية قضايا مجتمع، يعني قضايا مجتمع، لكن أنا أتوقع أن في بعض يعني طرح قضايا المرأة مش قاصر بالمرأة، ولكن إحنا محتاجين بقى أن إحنا نبتدي نرتب أولوياتنا صح، أن إحنا نبتدي نطرح قضايانا صح، أن إحنا بنتكلم على برلمان. طب أنا عايزة تمثيل أكبر للمرأة، تمثيل أكبر لفئات كثيرة جدا غير المرأة، يبقى أنا هنا لازم أشوف إيه هي مشاكل التمثيل الفردي. إذا كنت أنا مش هقدر أحط قايمة غير 120 مقعد، لا، نبتدي نشوف مشاكل التمثيل الفردي وابتدي أعالجها، منها الإنفاق ببذخ على العملية الانتخابية والإنفاق المادي الرهيب، وإحنا في ظل أزمة اقتصادية، في ظل مشاكل كتيرة جدا اقتصادية، فإذا أنا هطرح عملية الإنفاق على الانتخابات المفتوحة دي هيبقى في مشكلة كبيرة جدا. مشكلة برضو الوقت، إنه الوقت هيبقى مضغوط، إنه مش هيلحق أي مرشح إن هو يتكلم مع الدائرة بتاعته والدوائر كبيرة، مشاكل كتيرة جدا لازم ننتبه ليها ونبتدي نحلها على المستوى الفردي، فندي فرصة لفئات كتيرة إن هي تمثل أيضا على المستوى الفردي إلى جانب القوائم. لكن لازم نرتب أولوياتنا كمجتمع بشكل جيد، لازم نبتدي نتكلم في كل القضايا اللي فيها أزمات، اللي إحنا محتاجين إن إحنا نرسم بيها ملامح مصر جديدة. إحنا داخلين على ملامح لمصر جديدة، ومصر بنحلم كلنا فيها بشكل مختلف، تنمية الإنسان. في الحقيقة أنا عايزة أقول إن إحنا لما بنهتم بالمرأة مش بنهتم بالمرأة كفئة، مش بنهتم بالمرأة للمرأة في حد ذاتها، ولكن إحنا عايزين نهتم بالمرأة من أجل التنمية. يعني أنا مش عايزة أقول إن المرأة عشان تدخل مجلس الشعب هي داخلة تتكلم عن قضايا المرأة، لا، أنا ضد ده تماماً. لكن وأنا ضد إن أنا أقول إن أنا بهتم للمرأة عشان المرأة، أو أنا بمثل المرأة للمرأة، لا. أنا عنصر من داخل التمييز. المجتمع، والمرأة بتقول أنا عايزة أخدم المجتمع، وبالتالي اهتمامنا بالمرأة من نظرة لتنمية المجتمع، وإن أنا هنا بدي للمرأة فرصة إنها تشارك في تنمية المجتمع وليس في حماية المرأة. يعني أنا ما بشتغلش المرأة للمرأة، لا، ده تمييز. يعني المرأة هنا للمجتمع بالضبط كده. أنا عايزة أشتغل لتنمية المجتمع، كلنا بكل ما فينا من عناصر وفئات، هدفنا الرئيسي تنمية مصر. تنمية مصر كل واحد عايز يدلي بدلو، فالمرأة المصرية بتقول يا جماعة ادوني الفرصة عشان أنا عندي إمكانيات وعندي قدرات وعندي طاقة عايزة أوظفها لصالح هذا المجتمع ولخدمة هذا المجتمع، مش عايزة مكاسب للمرأة بقدر ما أنا عايزة أنمي المجتمع، لأن عندما ينهض المجتمع وعندما ينمى المجتمع هيعود ذلك على المرأة وعلى الأسرة. طب وعلى الشباب. المفروض اللي يطالب بالأفكار دي أو الحاجات دي والمجلس القومي للمرأة، اللي شفنا أدواره في السابق يعني كانت أدوار يعني لا تليق بي أبدا، كان موضوع العرض يعني زي بيقولوا الجواهر والحاجات الثمينة الموجودة في المكان ده، ونسينا المرأة تماما وتجاهلنا دورها وتجاهلنا أفكارها تماما، وما لهمش أي دور على أرض الواقع ولا لهم أفكار حقيقية. هل الوضع اختلف بعد 25 يناير 30 يونيو، ولا الوضع زي ما هو بصفتك محتكة أكثر مننا في هذا الموضوع؟ هو أنا هقول لحضرتك حاجة، والله المجلس القومي للمرأة من بدري قوي بيطرح قضايا للمرأة، وبيطرح قضايا كتيرة جدا للمرأة، ولكن المشكلة إنه إحنا محتاجين قوي إن إحنا كمان نرتب أولوياتنا كقطاعات كتيرة في المجتمع. زي ما قلت إحنا لازم نشتغل المرأة، يعني المرأة المصرية حلقات متصلة، إذا أنا اهتميت بس بعملية التمثيل السياسي فأنا بتكلم على حلقة واحدة بس من السيدات. أنا عايزة أتكلم على مشاركة اقتصادية، عايزة أتكلم على تنمية اقتصادية، إزاي أنمي الشرائح الكتيرة جدا من المرأة اللي عندها مشاكل
اقتصاديه ومحتاجه ان هي تشارك، يعني خلينا وفق منطق ان احنا بنشارك في تنميه هذا المجتمع، وانه المراه المصريه عندما تطلب ان هي تلعب دورها، او ان احنا لما بنبوست للمراه المصريه بنبوست للمراه المصريه لكيفيه تاهيلها كعنصر فاعل لخدمه هذا المجتمع. وبالتالي انا هنا محتاجه تمكين اقتصادي لكل شرائح السيدات، ان هي ازاي ان هي تلعب دور كويس في العمليه الاقتصاديه بشكل جيد، محتاجه تمكين اجتماعي انه ازاي المراه دي تلعب دورها الاجتماعي بشكل جيد في هذا المجتمع، سواء على مستوى الاسره او على مستوى المؤسسه او على مستوى المنطقه بشكل عام اللي هي موجوده فيها، وعلى مستوى المجتمع ككل، ازاي المراه تلعب دور سياسي سليم، ازاي المراه تلعب دور ثقافي سليم، ازاي المراه تلعب دور حضاري. وبالتالي احنا هنا بنتكلم في كل المجالات وفي كل الادوار لخدمه المجتمع من خلال المراه، يعني المجلس القومي للمراه غير معني بالمرأة كامرأة، ولكن معني بقضية التنمية من خلال المرأة، معني بأنه هو إزاي يفعل أو ينشط أدوار المرأة في كل المجالات وفي كل القضايا. وبالتالي المجلس هنا بيهتم بكل المجالات دي، والمجلس دوره مش تنفيذي، المجلس دوره تنسيقي ودوره استشاري، وانه هو ازاي يطرح قضايا المرأة، ازاي يرتب الاولويات، ازاي يحشد كل الوزارات وكل صحيح. الهيئات ان هي تشتغل في مجال المرأة وكل عناصر المجتمع، لانه زي ما هقول وهأكد مرة تانية الاهتمام بالمرأة المصرية من اجل مساهمتها في تنمية هذا المجتمع صحيح. على مستوى واسع جدا، يبدأ من الأسرة للشارع للمؤسسة للوطن. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع وخبيرة التنمية البشرية. شرفتينا يا فندم. شكرا جزيلا. أشكركم مشاهدين على متابعتنا النهاردة في هذا الصباح. طبعا فرغنا خلاص من أيام الرحمة وبدأنا في أيام المغفرة، ونتمنى إن شاء الله قريبا هندخل في أيام العتق من نيران. نتمنى أن يكون الشهر الكريم هو الفرصة الوحيدة يعني أن احنا نحاول نكتسب الحسنات الكثيرة. كل سنة حضراتكم طيبين، خلاص أيام عددات، وهنلتقي بيكم في العيد بإذن الله، وإن شاء الله نشوفكم الأربعاء اللي جاي أنا أمين بإذن الله إذا كان في العمر البقية. السلام عليكم.